شنو كي جاي قدام الغنوش اخويا قدام السلطه ولا كي دجاجه. كان انا وقتها بابا اخويا رقاص قل له انت حريم السلطان متاع الغنوشي بابا العزيز، انت صنب الاغا بالنسبه لي انا. سيدي الشيخ سيدي الشيخ سيدي الشيخ سيدي الشيخ بالله سيدي الشيخ عندي غنايه ليك سيدي الشيخ، ناقص كان يشتح له راقصه باش يولي يا سيدي الشيخ ولا ويشكي له توا شكون الغنوشي باش تجي انت تقول له نحن الفنانين يا سيدي الشيخ مهم شيء مش هم هو رئيس حزب هذاك اش دخله سلطه هذاك وزير واحد عاد كان هكا زاد واحد يمشي يشكي للهمام ويمشي يشكي للاخرين. ما من اللي غاظتني ما غاظتنيش كي سبني راهو، غاظتني كهو رئيس نقابة الفنانين يمثل الفنانين الموسيقيين في تونس وكي يجي قدام سياسي يكون يتقبع في الفنانين الاخرين ويسبهم ويسيد قدامهم، كي يجي قدام سياسي يذبل هكايا ويرجع له العرق نتاع لو كوفان. قال مش بالضرورة نكون قليل التربية باش يقولوا لي ميرسي. مانيش مطالبوا بقلة التربية، أما مطالبوا بجرأة بالحق وش بيه قليل التربية مع الاخرين ومش قليل التربية مع غنوشي. بيه عايت الغنوشي سيدي الشيخ وراجل عالم من علماء الزيتونه من با عبروا قالوا سيدي الشيخ، نحكي لك معناها ومش انا راهو هذايا ب 90% من التوانسه ايزون ايتي ديسو، والحقيقه فما نوع من الفنانين نعرفهم ايزون ايتي تري بليسي بار سون اتيتود، كاننا نحن في حاجه اليوم لسيدي الشيخ ولا في حاجه اليوم لوزاره الثقافه ولا في حاجه اليوم للدوله هذيا باش تعاوننا. الفنان الحقيقي اللي عنده ما يقول لحشت ولا بدوله